استنادا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشاع السوداني بتسهيل مرور المسافرين من الجنسية اللبنانية والنازحين إلى الأراضي العراقية عبر منفذ القائم الحدودي، باشرت هيئة المنافذ الحدودية بالتعاون والتكامل مع الدوائر المعنية من الجوازات ووزارة الهجرة والمهجرين وباقي الدوائر الساندة بتسهيل مرورهم وبانسيابية عالية وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم. آخر إحصائية ليوم أمس كانت أكثر من 900 مسافر من الجنسية اللبنانية دخلوا عبر الأراضي العراقية عبر منفذ القائم الحدودي، وكان هنالك استقبال خاص لهم وتقديم كافة الخدمات من مأكل ومشرب ومأوى بالتعاون مع جميع الدوائر التي يخصها هذا الأمر وهيئة المنافذ الحدودية.